ممكن اقول خبر وارجع لك تاني؟ اتفضل. خبر بسيط يعني. اتفضل. طيب. خبر رسمي، رسميا الاهلي يعلن عن تجديد عقد موسيماني لمده عامين قادمين زي ما الكابتن امين لسه قايل حالا. هقول لكم نص الخبر: انطلاقا من ثقه النادي الاهلي الكبيره في مديره الفني بيتسو موسيماني وترجمه للانجازات العديده التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفتره الماضيه، تعلن اداره النادي الاهلي عن تجديد عقد موسيماني لمده عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي. وقام المدير الفني ومعاونيه بالتوقيع على العقود الجديده واغلاق الباب امام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الاسابيع الماضيه. والله يا كريم انا ما اعرف الخبر غير حالا منك. ما عشان الخبر لسه معلن حالا. شفت بقى؟ حالا. لان انا جوه النادي الاهلي وعارف يعني عارف ظروف بتبقى ايه جوه النادي الاهلي وعارف النظام بيبقى النادي الاهلي ماشي ازاي. ممكن اقول بس حاجه؟ قول حاجه. جمله اخيره هي مش انتقاد ولكن هو عشان بس نتكلم بمنطق. النادي الاهلي في بيانه اللي فيه اعلان تجديد موسيماني اغلاق الباب امام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الاسابيع الماضيه. تمام. الاجتهادات كانت منطقيه. شفت انا وانا بتكلم معاك طبيعي. انا بجتهد ليه؟ طبيعي. عشان انا مش شايف اي منطق. مفيش رؤية. لا ومش شايف منطق انه في تاخير في تجديد عقد موسيماني مع النادي الاهلي. صح. الراجل راضي والاهلي راضي. صح. وده ناجح وناجح مع الاهلي فمفيش اي حاجه. فطبعا لما تتاخر تتحط شكوك. تمام. لازم انت تقعد تقول ايه؟ يبقى في مشكله، يبقى في ازمه، طب هو ممكن يجدد ولا لا؟ طب يحصل مشكله. فالاجتهادات كانت غصب عن الجميع اكيد. بس النادي الاهلي يا كريم في الحته دي النادي الاهلي بيشتغل صح طبعا. النادي الاهلي كل الناس المسؤوله في النادي الاهلي بتشتغل صح طبعا. وانا لسه بقول لك دلوقتي حالا ان هو في الوقت المناسب هيتكلم. هو ده النادي الاهلي بصراحه ومميز جدا في الحته دي ان انت في كل حاجه بتحصل لازم في وقت مناسب النادي الاهلي. خلي بالك حتى في التعاقدات مع اللعيبه يعني النادي الاهلي في اجتهادات تقول لك مثلا امير عبد الحميد كريم رمزي هيروح مش عارف فين وخلاص. النادي الاهلي ما بيبصش للكلام ده. لكن النادي الاهلي اول ما اللاعب بيمضي باول حاجه المركز الاعلامي في النادي الاهلي عن طريق النادي الاهلي بيعلنوا اللاعب كذا فلان الفلاني خلاص. وفي نفس الوقت امير توفيق بيعلن لان هو راجل مسؤول. ما ينفعش امير توفيق يكون ماضي من سنه مع حد ويروح منزل حاجه او الكلام ده كله. فده نظام في النادي الاهلي. فطبيعي ان الاجتهادات طبيعي بتحصل ان هو زي ما انت قلت يا كريم الراجل ماشي كويس ولازم النادي الاهلي اهم حاجه عنده الاستقرار طبعا. وماشي كويس والراجل يعني عارف انت ماشي مع النادي الاهلي والنادي الاهلي ماشي معاه فالدنيا كويسه جدا. انا لسه بقول لك والله في الوقت المناسب هتلاقي النادي الاهلي حتى انت قايل الخبر سبحان الله. انا سبت تخلص كلامك وانا جاي لي الخبر قلت اقوله بعد ما انت تخلص كله. بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. انا ما كنتش في اي لحظه من اللحظات يعني حتى لما كنت بسمع شويه كواليس اصل مش عارف في خلاف على ايه وفي خلاف على ايه بحط نفسي مكان اداره النادي الاهلي. تمام. ما انا لو وافقت ان بيتسو موسيماني يمشي هحط على نفسي هيدك كبير جدا ان انا لازم اجيب مدرب ينجح نفس نجاحاته. وبيتسو موسيماني لو خد قرار انه يمشي من النادي الاهلي فهو بيضحي بحاجات عظيمه كبيره جدا في مشواره وفي تاريخه التدريبي. دايما بسال يا جماعه ما ينفعش يعني ما ينفعش الراجل ده ما يبقاش مكمل مع النادي الاهلي ولا النادي الاهلي يتمسك ببيتسو موسيماني. هاخد منك في الاخر بقى قيمه النادي الاهلي هنا بتبقى موجوده. صح. ان انت النهارده الراجل عارف قيمه النادي الاهلي فطبيعي مش هيضحي. يعني انت لو انت دخلت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي وشفت حب الجمهور وشفت الحب اللعيبه والاداره بتساندك فطبيعي انك انت هتضحي بحاجات كتير عشان خاطر النادي الاهلي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي انت بتقول عليها كريم ان النهارده النادي الاهلي في وقت صعب ان هو لو ضحى بموسيماني او مش هقول ضحى لان موسيماني لو مشي هيبقى مشي باراده موسيماني نفسه. صح. فعشان اخد وقت واجيب حد ده اللي النادي الاهلي عمله مع موسيماني يا كريم. طبعا. ان النهارده انت في وقت صعب جدا وبايلر مشي والنادي الاهلي المفروض ان هو عايز يجيب حد فاهم وعارف وشايف النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف اللعيبه. صحيح. فلما دور جه مستر موسيماني لان هو لعب ضد النادي الاهلي كتير وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي وعارف اللعيبه. تمام. لانه لعب معاهم. فالكلام جه من هنا ان هو خلاص الراجل دخل. ودي ميزه النادي الاهلي برضو يا كريم في المدرب لما يخش جوه النادي الاهلي بيخش على طول بيتاقلم مع النادي في نفسه زي اللعيب لما اللعيب بيجي من بره بيخش مع النادي الاهلي بيتاقلم. صحيح. فالنادي الاهلي نجح جدا وحي طبعا كابتن خطيب ومجلس اداره ان هم قدروا في وقت قليل وصعب انك انت تجيب واحد زي مستر موسيماني معاه كرو جامد جدا ومعاه طبعا كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد ساعده. وفي نفس الوقت انت عندك يعني مدرب حراس مرمى على اعلى مستوى كمل مع الجهاز الفني كان جاي طبعا مع بايلر لكن هو كمل مع موسيماني. فبالتالي انت عندك خلاص كل مقومات النجاح موجوده في وقت قليل جدا. عرف واشتغل على اللي اتبنى عليه قبل كده مع اللعيبه في النادي الاهلي مع بايلر ابتدى يشتغل ويخش ويعمل بصمته في النادي الاهلي خلاص. انت في وقت قليل
خدت بطوله. وفي النادي الاهلي يا كريم وفي الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك البصمه الاولى مهمه اللعيب او المدير الفني، فبالتالي البصمه الاولى بتاعته لا انت جيت دخلت على بطوله افريقيا، دخلت على ماتشات الزمالك فكسب كل الحاجات دي، عمل رصيد في وقت قليل مع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، فده اللي نجح مستر موسيماني. فانا شايف ان اكيد النادي الاهلي كان هيتمسك طبعا بموسيماني، موسيماني هيتمسك بالنادي الاهلي ويضحي بحاجات كتير، وده اللي حصل.